السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عائلة بلال سعيد، جمعة مباركة إن شاء الله، الله يدخلها لكم بالخير والسلامة. المهم، بما أن اليوم الجمعة فقررت ندير بكم هذا الفيديو هذا من مسجد اللي كتواجد في المنطقة نتاعي، وهي فرادة دي موكونيزي إقليم جينوفا. فجمعة مباركة إن شاء الله. المسجد كيف ما كتشوفوا كيتواجد في هذه المنطقة هذه ديال فرادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وترفعنا بها جميع الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات والقربات والمنازلات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم. أن تنظر لمستقبلي بنظرة فضل وعطاء في الاصطلاح، يعني التفاؤل هو شي حاجة كنتمناها تكون مزيانة، والضد ديالو هو التشاؤم، انك تشوف شي حاجه انها خايبه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مصلاح هذه الامه، وقال صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه. ولم يقل ولم يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان نتشائم. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عليه قط انه قال لنا نتشائم في الامور. ومن بعض الامور التي كتحدث لنا في الحياه ديالنا هي اننا بعض معتقدات قديمه وكنشدوها وتنحطوها في ارض الواقع. مثلا تنشوفوا شي غراب، هادشي القديم ربما الحمد لله الوقت هذا مابقاش داكشي، تيقول لك الا شتي شي غراب عرف ان راه النهار ديالك غيدوز اسود. طاح المقراج من فوق البوطه، شوف شنو وقع لك. اد الادان وقت كتهضر سبحان الله العظيم، هذا راه هذه بعض المعتقدات التي هي سبحان الله العظيم تضحكوا بها، أن بعض المعتقدات سبحان الله تكون غريبة. ما أمر الله بها؟ أمر الله سبحانه وتعالى أن نتفائل. قال رسول الله: عاد فعلوا بالخير توجدوا. كاين لسان بعض الناس اللي تقول لي نديروا هذه ولا لا نطيح، نديروا هذه لا ما خداماش، ديما معكسها. إذا التفاؤل خير. قال الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم على قومه: فقال سيدنا إبراهيم: فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم برب العالمين؟ كل واحد فينا يسأل هذا السؤال: ما ظني أنا بالله سبحانه وتعالى؟ إذا هذا السؤال مطروح، شنو هو الظن ديالي أنا بالله سبحانه وتعالى؟ كل واحد يسأل هذا السؤال: فما ظنكم برب العالمين؟ فقال أحد الشعراء: وظني فيك يا ربي جميل، فحقق ظني بك على ما تريد. أن نكون ذاك الحسن ديال الظن من الله سبحانه وتعالى، خصنا نثبتو. غنمشي للجنة سي، غنشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم سي، غنتلاقى بالعائلة بحالها. هذا هو الظن، هذا هو حسن الظن. وأن لا يكون حسن ظني بالله سبحانه وتعالى خائبا. فقال الله سبحانه وتعالى في مخاطبا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه: ذلك ظنكم فأرداه. ومخاطبا قومه فقال: ظننتم ظن الجاهلية الأولى. إذن أن نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. جاءت قصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مع رجل ماشي من الصحابة ولكن من الرجال ديال الأمة ديالو، فكان مريضا وجلس عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدا كيتكلم معه. قال له: يا رسول الله، لما أموت فين غنمشي؟
قال لي غتمشي للقبر. فمن بعد القبر قال لي غتمشي يا اما جنه ولا يا اما نار. فقال لي يا رسول الله اني اريد الجنه. قال لي رسول الله هذا ظنك. اذا هذا ظن جميل بالله سبحانه وتعالى، ان ظن بالله ظن جميلا. ففي قصه اخرى ان بعض المرات تكون شي واحد فينا مريض قال لنا راه كورونا هذا، غيعطس راه كورونا، دخل فيا الصدر ديالي، راه كنحس بالصدر ماشي هو هذاك، التنفس ماشي هو هذاك، الحرارة طلعت، هذا ظن سيء. ونرجعو ديما لحديث رسول الله، تفاءلوا بالخير تجدوه، فما ظننا برب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله لكم. ولكن حسن الظن تكون مع شي حويجات، ويأتي الله سبحانه وتعالى إذا تدبير الحويجات اللي فرض الله سبحانه وتعالى، وتنبعدوا من الأمور اللي نهانا بها الله سبحانه وتعالى ورسوله. فالله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي إذا ما ذكرني. إذا لكي يكون ظننا جميلا في الله سبحانه وتعالى يجب أن نذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. وجينا واحد الفرصة ديال شعبان ورمضان إن شاء الله، وهذا السوق هذا إن شاء الله إلا ما عمرناش راه ما غنتقداو والو، وكل ما يجبد الشكارة ديالو ويحمل مزيان، لأن هاد الشهور هادو ديال التسويقة، واللي ما تسوق أحباب الكرام راه ما غيلقى باش يدوز العام. إذا قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى هو الإكيليبراج ديال القلب ديالنا. ذكر الله هو الإكيليبراج ديال القلب ديالنا. إذا كان الإنسان يذكر الله فهو في نعمة، ولا ما كانش يذكر الله الكرام أرجو الآية الكريمة على أن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يذكر الله، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله يستر لك أن القلب فيه شي قفل ديال المصائب وديال الكوارث وديال المعاصي. الفقراء ما كاينينش هنا ياك، ولكن كاين بيت الله يصرف عليه الماء والضوء والكراء. فإذا وهذا الكلام هذا نقولوا للناس اللي كاين هنايا باش نتعاملوا على الخير هذا يوم القيامة، ها اللي غينفعنا هذا الأمر، هذا ماشي عمل درناه مع الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، واقض عنا الشر وسوء ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحوله بيننا وبين معاصيك، ومن يقين ما تبلغنا برحمتك. وحفظنا اللهم في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا من أحيتنا، واجعله وارثا منا، ولا تجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى الله مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، والنظر في وجهك الكريم هو غايتنا يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم هذا المجمع الكريم، اللهم ارحم والدينا ووالديكم، وجزا سيئاتنا وتوفنا أقرار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
الله أكبر.